أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: قلتم إن المقصود من العلم هو العمل، فإذا علمت أن السنة في الثوب أن يكون إلى نصف الساق ثم لم أعمل به، فهل أنا آثم والحالة هذه؟ ما هي بالسنة في الثوب إلى نصف الساق فقط، السنة إلى الكعب، السنة إلى الكعب، والإزار إلى نصف الساق، أزرة المؤمن إلى نصف ساق، هذا في الإزار. وأيضا حتى لو قلنا أن هذا عام في الإزار والثوب أنه إلى نصف الساق، فأيضا إلى الكعب هذا سنة، هذا سنة وذا سنة. وإذا كان المجتمع أخذوا بالسنة الثانية اللي هي إلى الكعب، فلا يسوء لك أن تخالف المجتمع وتكون بينهم لابسا لباسا مخالفا لهم، يكون في هذا شهرة. فأنت ما دام أن المجتمع على أمر مسنون أو أمر مباح فإنك تكون معهم ولا تخالفهم. والثوب إلى الساق إلى الكعب هذا سنة، إذا كان الناس أخلوا بها تأخذ بها ولا تخالفهم. أما لو كنت في مجتمع يلبسون إلى نصف الساق تلبس مثلهم ولا تخالفهم. نعم.